اروح لتامر يلا. وارجع لك تاني. تامر، الناس برضو عندها لسه الخلط ما بين هو قفشه الراجل كده لعيب جناح ولا دخله صانع العاب. طب وايهما افضل؟ العابه صانع العاب، صانع العاب يعني رقم 10 رقم 10، واجيب له جناح يمين وجناح شمال وسنتر فيرود ويبقى الموضوع بالنسبه له متهندل والملعب مترتب. فمجدي قفشه عنده بدل الاختيار اثنين وثلاثه، بدل فكره ان هو منه جناح ومنه داخل جوه الملعب ومش واضحه الصوره. انا قادر اوصل لك السؤال؟ اه طبعا، اتفضل. شوف يا هيما، كنا بنتكلم على مباراه الترجي بتاعه العوده اللي كانت في استاد السلام، لما قلنا هيلعب بطرفين ومحمد شريف، لما قلنا قفشه هيلعب، وكان لو فاكر قلنا ده التغيير الوحيد اللي هيحصل، هيطلع صلاح محسن وينزل قفشه. مظبوط. وقلنا ان واثبتنا ان مين اللي قال ان الاهلي هيستغنى في اسلوب لعبه عن اللعيب رقم 10، وقلنا قفشه برضو هيقوم بالدور ده. لعيب رقم 10 مظبوط، لما الكوره تبقى عند طاهر قفشه هيدخل في المركز رقم 10 واكرم توفيق يفرد وكانه الوينجر ناحيه اليمين اللي هو كانه حسين الشحات. ماشي. وبدر هيطلع يفرد يمين كانه باك رايت بيامن ظهر اكرم. فاذا هي الفكره مش في طريقه اللعبه اللي انا هلعبها، يعني لو اتحطت على بالظبط، لان على الورق لو انا اديتك المدير الاداري او اداري الفريق هو بيسلمك الفورميشن بتاعه الفريق وحاطط لك قفشه على الوينج، هو ده مش معناه ان انا مش هلعب بالمركز رقم 10. هي الفكره ان لما الكوره تيجي انا هشتغل ازاي. اصل الناس عندها اسطمبه انه انا عايز اشوف رقم 10 ده رقم 10، مش عايز اشوف رقم 10 ده متطرف يمين او متطرف شمال. فهل قفشه فعلا بيعمل شغل تاني غير رقم 10 في ماتش بيراميدز ده تحديدا؟ عمل حاجه غير ان هو يكون صانع العاب اترمى على الاطراف؟ في مباراه بيراميدز عمل طبعا، وفي مباراه الترجي عمل، ما هو في مباراه الترجي هو اللي صنع الجول لمحمد شريف وكان صنعه من العمق، من تيبيكال تمركز اللعيب رقم 10، استلمها وحطها لمحمد شريف، محمد شريف هو بيلف قام لطش بشماله على شمال المعز بن شريفيه. فاذا زي ما بقول لك، هو الفكره هو محطوط على الورق ايه، لكن لما بتنزل في ارض الملعب بيعمل ايه. لو تفتكر الجول ده كان علي معلول جري وكانه وينجر ناحيه الشمال ومحمد مجدي قفشه واقف وحطها لمحمد شريف. لكن لو تفتكر برضو في المباراه دي، في لو الشباب معاهم الجول بتاع الاولاني ولا الثاني اللي طاهر لحقها في مباراه بيراميدز، اللي طاهر لحقها قبل الخط ده الجول الاول، جول التعادل الاول بتاع الاهلي اللي طاهر لحقها وكان فيها شكوك انها طلعت ضربه مرمى البيراميدز. بص الجول من البدايه، بص قفشه عمل ايه، قفشه ساب اللعب ودى ظهره للعب وراح عشان يتمركز في التمركز بتاع اللعيب رقم 10. لو الجول معاهم والهجمه بتتحضر، اساس الجول اصلا يا هيما، وانا هتكلم على النقطه دي اهي، هو ده الجول. الاهلي ضغط هنا وجابها. بص لا معلش يا شباب لحظه، هرجع كمان. بص حط عينك على قفشه بيعمل ايه في الجول. يلا هنبدا نمشي. اول لما الاهلي هيقطع الكوره بص قفشه هيعمل ايه، بس بدا يرجع لظهره وبيبص وراه عشان الاحساس بالمكان، انا متراقب مش متراقب، لا انا بس لا لا ارجعوا يا شباب، هو بيعمل ترن وبيدي ظهره خلاص، لا طاهر واخد قرار وهيشتغل بس 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 يا شباب. اول لما يبدا يعمل ترن ويدي ظهره للعب نقف، هو لقى طاهر مصمم وهيعمل مشوار مع عمرو السوليه خلاص، بص ادى ظهر بس هنقف، ادى ظهره للعب تماما ومشي، ساب الاربعه الكحلي اللي قدامه المربع الكحلي اللي هو اللي متراقب خلاص، انا ايه اللي يدخلني في الزحمه ده، دي مش بتاعتي، انا هروح للتمركز فين بتاعي. أيوه. اللي هو عند قوس ال 18 اللي هو بتاع اللي تحت الفرود اللي هو اللعيب رقم 10. دي تعليمات بقى يا شباب، دي تعليمات واضحه دي. بص اقف بقى، لا دخل لي دخل قفشه في الكادر واقف يا شباب معلش. كمل كمل كمل، لا ارجع لورا معلش، ارجع ولا تكمل عند الكابتن محمد عادل، كمان 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 كمان، بس قفشه هو رايح عند قوس ال 18 والراجل وصل للخط، هنمشي بص كده الكره راحت لمين، لا هنمشي بقى لقدام، وفي اربعه بيطاردوا طاهر بالظبط، والكره طالعه ممتاز طاهر في الكره اه قوي، لا لا كوتالي ماتش جامد امبارح، واضح ان هو هيحجز مكان في طوكيو ان شاء الله يعني. هنعمل بالعرض بقى، سقف بص قفشه حتى التمريره لما طاهر لحقها بالعافيه مش عاملها له طبعا على رجله، عاملها له لورا شويه، وقفشه رجع لاخد خطوتين لان هو خلق لنفسه المساحه هيما. صح. فاذا ما كانش صعب عليه ان هو يرجع، هنمشي يا شباب، يرجع الخطوتين دول ويجيبها بوش رجله الخارجي اليمين ويحطها ببطن رجله في
الزاوية الشمال وترد لحسين ويجيب جول. فإذا هو مش المسمى بتاعي أنا هعمل إيه. برافو عليك يا تامر. هو التمركز بتاعي أنا أهم حاجة. شفت الراجل إدى ظهره خالص للعبة ورايح أتمركز في المركز رقم 10. صحيح في الأهلي. دي إجابة نموذجية، إجابة بالتحليل يعني، مش إجابة مع إني خلي بالك أنا برضو ممكن أقول لك ما هو بس في اللحظة دي كان الأهلي حولها بقى خلاص. الأهلي قال ما بدهاش بقى، والراجل قال لك إيه هلعب بأربعة اتنين تلاتة واحد صريحة، لأن خلاص بيراميدز اتطرد منه دونجا وحولها. فإذا الراجل هو مش بالنسبة لي يا هيمة مش التمركز بتاعك أو مش على المركز الورق بتاعك مش على الورق مش هو ده قضيتي خالص. قضيتي لما تنزل هتعمل إيه. طيب